نبتدي منين يا دكتور؟ خلينا مع الحالة والحراك الأخير اللي حصل والناس كانت مهتمة قوي بمتابعة هو دكتور مرسي هيحضر المحاكمة ولا لأ، هيدخل القفص ولا لأ، وبعد لما جه هو ليه ما لبسش اللبس الأبيض وزرر جاكيت بتاعه، كل الكلام ده احنا في الأول اهتمينا بيه بشكل كبير على مستوى المواطن العادي. حضرتك بقى يعني تابعت المشهد ده من أي زاوية غير الزاوية بقى بتاعتنا اللي احنا بنشوف بيها كعالم نفس؟ يعني انا شفت الجرايد النهاردة والزملاء الأطباء النفسيين بيقولوا آرائهم المختلفة اللي هي تقريبا متشابهة في ان هو يعني بيفقد السلطة فبالتالي عاوز يقفل على السلطة بانه يقفل الحاجات دي، ولكن انا عاوز ابصلها بطريقة يعني شاملة شوية. الجماعة دولت سواء مرسي او الاخوة اللي معاه كلهم في حالة أزمة هوية غير طبيعية. تصوري إنسان يعني إلى حد ما عنده نوع من الاستضعاف، موجود في السجن، مهمش، ملوش أي نوع من أنواع القيمة، وفي خلال سنة أصبح عنده القوة والسيادة، وفي خلال سنة أصبح منبوذ، مكروه، مطرود. أي إنسان نفسيته هتكون إيه في هذه التغيرات؟ يعني في ناس طلعوا من السجن وعندهم عقدة الزنزانة، في ناس بيتجاوزوا عقدة الزنزانة إنه ينتقم من الناس اللي هم عملوها زي ما حصل في جنوب أفريقيا وفي غاندي وفي الهند وفي الحاجات دهيت، ولكن إلى حد كبير جزء كبير قوي من الاخوان ما قدروش يعملوا كده، فكان كل السنه دهيت عباره عن نوع من انواع الشماته والانتقام سواء من الشرطه سواء من الجيش سواء من الشعب نفسه، لان هو اتضح اللي بيحصل دلوقتي ملاش علاقه بالدين خالص ابدا. يعني احنا دلوقتي سياسه وقوه، ما فيش ابدا يقول لك نصره الاسلام، اسلام مين؟ ما احنا مسلمين. يعني سيبك بقى من حكايه القصه بتاعت الاسلام دهيت.